يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا يوم الجمعه اللي فات كان عندنا مباراه في دوري ابطال افريقيا، ويوم الجمعه الجايه ان شاء الله عندنا مباراه في منتهى الاهميه في مطلع بقى ومستهل مشوارنا في كاس العالم للانديه. الاهلي عنده مجموعه كبيره جدا من التحديات الحقيقه، وكالعاده مضغوط ضغطه بيعلم بيها ولا بتفاصيلها الا ربنا سبحانه وتعالى، واكيد للضغطه دي انعكاسات كبيره وملحوظه على اللاعبين. تعالوا نتكلم عن النادي الاهلي في مشواره اللي فات ومشواره القادم باذن الله. منورني ومشرفني النهارده طبعا، واللي بنسعد دايما بوجوده في كل مره بينورنا فيها كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الاهلي السابق، واللي دايما الحقيقه بيجي لنا منظم ودايما يوزع علينا من هواند الورق، تلاقوا يعني ايه كل الاشكال وتفاصيل الدقة موجودة دايما في كل ورق بيجيبه لنا معاه. منور الدنيا كابتن ياسر. الله يخليك كابتن كريم، ببقى سعيد ان انا موجود مع حضرتك ما شاء الله. والله احنا بنسعد بوجودك دايما وبتنظيمك للامور ومدى دقتك، يعني لو استعرضنا للناس هيفهموا قصدي ايه. طبعا لما اكون موجود مع حضرتك، طبعا حضرتك مقام كبير في الاعلام، وطبعا لازم الانسان يكون محضر كويس جدا عشان يقابل حضرتك ويقابل جمهور النادي الاهلي في قناه النادي الاهلي، فبالتالي لازم الواحد يكون منظم كل حاجه على اساس ان احنا بنخاطب جمهور النادي الاهلي ومع قامه اعلاميه كبيره زي حضرتك. طبعا تعالى نبتدي بالماتش اللي فات. تمام. يعني لقاء الاهلي وشباب بلوزداد، وفكره ان انت برضو كالعاده زي ما شفنا في الفتره الاخيره على فكره محليا وقاريا عندنا قدره على الوصول لمرمى المنافس بدل المره عشرات المرات، لكن التفعيل ده بقى في عطل فيه. بص اقول لحضرتك حاجه، اولا احنا لما لعبنا الماتش اللي فات احنا لعبنا باتنين مركز سته في نص الملعب، ودي كانت غريبه ان احنا الماتش على ملعبنا. التوقع ان احنا كنا نلعب باتنين واحد سته واتنين مركز ثمانيه عشان يبقى الناحيه الهجوميه عندنا فيها فعاليه اكتر. انا من وجهه نظري المشكله القائمه في النادي الاهلي هي منحصره في ثلاث حاجات. اولا احنا عدد الماتشات اللي لعبها النادي الاهلي الموسم اللي فات في الفتره من شهر 9 لشهر 12 كان 9 مباريات. الفتره ديت من شهر 9 لشهر 12 السنه دي 17 مباراه. شوف حضرتك كم مباراه فرق يعني. طبعا. في ثلاث نقط اللي موصله الفرقه بالشكل ده من وجهه نظري الشخصيه يعني. الثلاث نقط، النقطه الاولى الراحه السلبيه اللي خدتها الفرقه ثلاث اسابيع بين الموسم اللي فات والموسم دوت، يعني كانت فتره كبيره جدا جدا ان احنا ناخد ثلاث اسابيع كتيره جدا عشان تقدر ترجع للمعدلات البدنيه. يعني اضرت اكتر ما افادت. ليه بقى اضرت؟ ليه؟ لان احنا لما جينا عملنا المعسكر بتاع النمسا بعد ثلاث او اربع ايام من المعسكر بدات لعيبه المنتخب تغادر، بدل لعيبه المنتخب اللون بتمشي. يعني القوام الاساسي للتيم بدا يمشي. يعني لما انت حضرتك انت تكون الهيد كوتش بتاع الفرقه ومعظم اللعيبه اللي انت بتلعب مجموعه منها راحت المنتخب الاول، مجموعه منها راحت المنتخب الاولمبي، عندك اصابات، فبالتالي بيبقى قوام الفرقه اقل بنسبه كبيره جدا. فاللي استفاد من الفرقه من المعسكر مش التيم كامل، مجموعه بسيطه من الفرقه. فهو كان معتمد اعتماد كلي على اساس ان المعسكر دوت ان لما ادى ثلاث اسابيع اجازه عشان يدي راحه سلبيه ثلاث اسابيع كتيره جدا، لان انت بعد كده داخل على منافسه قويه جدا اللي هو السوبر الافريقي. فبالتالي احنا لما بدانا يعني ما بداناش بالستارت القوي اللي هو كان روتيشن، اللي هو كان ممكن يكون المدير الفني كان عامل حسابه على روتيشن ان هو يبدا يساعد في الفرقه ان هي ترجع بسرعه جدا وتخش المنافسات بشكل كبير جدا. ما قدرش يعملوا ليه؟ لان عدد الماتشات كتير جدا في الوقت الزمني ده. زي ما قلت حضرتك بدات بكلامي ان احنا لعبنا في التايم ده من شهر 9 لشهر 12 السنه اللي فاتت 9 مباريات. في الوقت دوت من شهر 9 لشهر 12 السنه اللي لعبنا 17 مباراه. فوقت قليل جدا علشان امرن كتير. النقطه الثانيه بعدين مهما دورت بين اللعيبه، لما يكون اللعيبه كلهم بيلعبوا مثلا كل 3 4 ايام ماتش سواء بطوله محليه ولا قاريه وسفر وبعدين استشفى، وبعدين لازم ادي اعمل استشفى للمجموعه اللي لعبت، فبالتالي التدريبات الوحدات التدريبيه قلت لان هو ما عندوش وقت. هو يا دوبك مثلا يخلص المباراه يركب الطياره يجي تاني يوم يعمل استشفى تمرين خفيف، وبعدين يبدا يحضر يطلع المباراه اللي بعدها، اليوم اللي بعده يعمل استشفى، وبعدين يبدا يمرن تمرينه، وبعدين يبدا يخش تمرين خفيف قبل المباراه، لان التمرينه اللي قبل المباراه دي تعتبر تمرينه خفيفه جدا، هي تهيئه بس. انا ببدا افك، ولو انا جاي من سفر بفك عضلاتي وابدا اعمل تهيئه عشان المباراه تاني يوم، ما يقدرش يدي فيها احمال بدنيه. فبالتالي الموضوع ده عامل له مشكله. لما نيجي نتكلم على الفينش بتاع الفرقه، يعني ليه احنا مع معدل التهديف بتاعنا السنه دي مش عالي؟ انت حضرتك دلوقتي عندك كهربا هو الفرويد الاساسي بتاع التيم. كهربا اصلا ده مش مركزه،
يعني واجبات المركز ده فيها ان انا اقدر اعمل محطه عشان اطلع الناس من اللجنه بتشتغل عليا، اقدر اشتغل في الكوره العرضيه بدماغي كويس جدا، اقدر احضر للي جاي واشتغل معاه دبل باص وابدا اتحرك، انا ابدا الف واشتغل على الجون. فالحاجات دي كلها عاوزه مهاجم يكون مهاجم صريح، مركز 10 صريح ما فيهاش يعني. لكن كهربا اصلا طرف، فلما تيجي انت توظفه في مكان هو اللي عمله ده بالنسبه له، طبعا بالنسبه لكهربا ده شغل كويس جدا، لكن انا كتيم عندي مشكله في انهاء الهجمه. هو انت لما يكون عندك ما عندكش مهاجم صريح اللي هو لاعب نمره 10، هل في اي مساحه باي حال من الاحوال ان واحد من المهاجمين انجاز التعبير يبقى قائم باعمال المهاجم الصريح؟ ما هو ده اللي ماشي في الاهلي دلوقتي، اللي هو كهربا قائم باعمال المهاجم الصريح. بس طبعا كهربا يعني في حاجات في المهاجم الصريح مش موجوده عند كهربا، مش تاثير منه، لكن هي مقاومات المركز ده بتحتاج كده، ان انا بقف على الكوره عشان الناس تطلع عليا، ان انا بشتغل محطه عشان الناس تشتغل معايا، ان انا بتحرك في الكورسات والحاجات دي عشان اقطع في الكوره العرضيه وابدا اقطع على العرضه القريبه على العرضه البعيده حسب المدرب، لان النادي الاهلي بيلعب 4-3-3، فالثلاثه اللي فوق دول الكوره لما تبقى من اليمين الثاني ده بيبقى طبعا المهاجم الثاني معاهم مع مركز 8 عشان نعمل زياده عدديه في ال 18. فبالتالي هي المشكله في النادي الاهلي ان المهاجم اللي هو بيعمل بيتحرك عشان يعمل مساحه للاثنين اللي في الجنب او يعمل مساحه للي جاي من تحت، التحركات بتاعه المهاجم دي مش موجوده في كهربا. كهربا بيشتغل بيجتهد على قد ما بيقدر، لكن في مشكله في الحته دي، فحته المهاجم اللي هو مركز 10 اللي هو الصريح مش موجوده السنه دي بشكل كبير جدا. تفصيله الاجهاد بقى واللي ساعات بتكون واضحه قوي على اللعيبه، ودي حاجه منطقيه جدا ان هم يعني يحصل لهم كده نتيجه تاني تلاحم المباريات وتلاحق البطولات، وكل 3 4 ايام في ماتش مهم، يعني حلها ايه الحكايه دي؟ ما هو اللي مستر كولن بيعمله هو ده الحل الامثل بالنسبه له، لان عدد المباريات زي ما قلت لحضرتك 17 مباراه من شهر 9 لشهر 12 واحنا في بدايه الشهر لسه، 17 مباراه كتير جدا طبعا. يعني معدل تقريبا 4 ايام، وغير كده ان في لعيبه ديت بتروح المنتخب طبعا، فبالتالي برضك فيها ارهاق، مع لعيبه المنتخب بتاعه النادي الاهلي كلها اساسيه بنسبه كبيره طبعا، واللي ما بيبداش بينزل الشوط الثاني، وفي لعيبه بتروح المنتخب الاولمبي ففي مشكله. فبالتالي هو عدد الوحدات التدريبيه اللي بيشتغلها عشان يبدا يحل المشكله ديت او اي مشكله في الفرقه، عدد الوحدات التدريبيه مش كبير، فبالتالي اللعيب بيجي يا دوبك يلعب مباراه وبعدين يبدا يعمل استشفاء وبعدين يبدا يعمل تمرينه خفيفه عشان، او مسافر وبعدين تاني يوم يعمل تمرينه خفيفه عشان عندي ماتش، فبالتالي هو معذور برضه. وده حال النادي الاهلي. حل المعضله دي ايه؟ لان الموضوع ده متكرر، واحنا خلاص قدر لعيبه النادي الاهلي ان هم بيشاركوا في كل البطولات المتوفره. الحل اللي هو الدكه. حلها ايه؟ الدكه. مالها الدكه؟ زي ما هو السنه اللي فاتت عمل، يعني نعمل فيها ايه اكتر من اللي حاصل بالفعل؟ النادي الاهلي محتاج برضك مهاجم تاني، بيكون مهاجم يعني مستوى من الكبار، النادي الاهلي محتاج كده، محتاج برضك يعني غير مهاجم، محتاج برضك في مركزين كده او ثلاثه يبداوا يجهزوا بشكل كويس جدا عشان يبقى مستوى اللعيب الاساسي زي المستوى رقم 2 في النادي الاهلي. فبالتالي في محتاجين مراكز زي الباك ليفت، محتاجه برضك الراجل الديبيس يلعب كتير عشان يبدا يبقى يشتغل بشكل كويس جدا، محتاجه شغل كتير شويه من المدير الفني في انهاء الهجمات. احنا بنوصل كويس جدا، يعني لما تيجي تتفرج على الماتش بتاع بلوزات دوت، احنا وصلنا للجون الفينش يعني تاتشات في العارضه وتقع من الجون، يعني حوالي 4 تجوان مؤكدين، ولينا ضربه جزاء في الدقيقه 12 كابتن ناصر عباس طلع اتكلم عنها ان هي جت في ايد الراجل في الدقيقه 12. فاحنا اجمالا الشوط الاولاني اتعمل بشكل قوي جدا جدا جدا، بان بقى الشوط الثاني الاجهاد في الحته دي طبعا. ان معدلات اللياقه البدنيه قلت بشكل كبير جدا، ممكن ده مستر كولن بيقول ان الملعب بتاع برج العرب ارضيته مش مساعده اللعيبه شويه، مش زي استاد القاهره طبعا، هو المدير الفني هو ادرى بالموضوع دوت، لكن هو معدلات اللياقه البدنيه اللي هي دايما بتنزل الشوط الثاني في اخر 3 ماتشات دي ترجع لفتره الاعداد. ساعات بعض المبررات ما بتبقاش مرضيه للجمهور، يعني انت عندك في فئه معينه من الجماهير بتستفز لما بتسمع النوع ده من الكلام، يقول لك اصل الارضيه كذا، اصل عدد ساعات السفر، اصل نسبه الرطوبه، اصل التوقيت اللي النادي الاهلي لعب بيه الماتش، وكان اللعيبه دول ما كان لازم يلعبوا في اي ظروف واي اجواء. بص، هو ده قدر النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت كده يا كابتن كريم، ان لعيبه النادي الاهلي هي كل الناس مش متقبله حتى التعادل، التعادل بالنسبه للنادي الاهلي خساره،
فطبعا مشكله كبيره جدا ان اللعيبه بتتعادل. جمهور النادي الاهلي يعني جمهور فريد من نوعه، ده ما بيقبلش اي حاجه غير فوز. التعادل بالنسبه له خساره. ايوه، فبالتالي الموضوع بقى مهم، يعني ده مش من النهارده ولا امبارح، طول العمر. يعني احنا من ساعه ما اتولدنا لحد ما يجي ولادنا هي نفس الموضوع. بس يمكن من ساعه ما اتولدنا ما كانش معدل الماتشات ورا بعض بالشكل. ايوه، كنا بنلعب كل اسبوع. هذا كم وافر من البطولات المختلفه اللي بيشارك فيها النادي الاهلي. على كل الاحوال خلينا نقف عند التفصيله دي، واستاذنك نطلع فاصل ونرجع بعديها نكمل. ماشي اتفضل. رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الاهلي السابق اللي منورني ومشرفني في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. كنا بندردش في الفاصل انا وهو بنتكلم عن اللي جاي، ما تيجي ننقل الحوار ده للناس يسمعوا الجزء اللي فاتهم من الحوار. بنتكلم على ان اللي جاي مش سهل، ولا سيما كاس العالم للانديه. احنا بنتكلم على مستويات بقى مرتفعه جدا، يعني مختلفه تماما عن اللي فات. صحيح صحيح، مع احترامنا للي فات، لكن اللي جاي اتقل بكتير. ايوه طبعا طبعا. الاتحاد جده هيلاعب اوكلاند سيتي، يعني ماتش طبعا بالنسبه لي انا وجهه نظري الاتحاد جده بالنسبه له ماتش يعني في المتناول. اعتقد ان احنا ان شاء الله هنلاعبهم، والماتش ده مش سهل تماما. اتحاد جده في السعوديه هتلاقي الاستاد مقفول بش طبعا. يعني طبعا بشكل كبير جدا، وجمهور النادي الاهلي طبعا هيكون متواجد جد طبعا، والسعوديه فيها جمهور كبير للنادي الاهلي. لكن هو ماتش ديربي، خلي بالك برضك انا اشتغلت في السعوديه حوالي 17 سنه فعارف الاجواء هناك عامله ازاي. اولا الكره السعوديه السنه دي اختلفت تماما عن اللي قبل كده، وبدا يحطوا قوانين كتير حتى في الشغل للمدربين، حتى في الدرجه الثانيه، يعني حتى الشهادات في الدنيا الاي ما بيشغلوش بيها حد دلوقتي، كله بالبرو الممتاز والدرجه الثانيه. كل المدربين شغاله بالبرو، ما فيش حد بيشتغل بالاي حتى. ودي مشكله مقابله المدربين المصريين عشان يشتغلوا في السعوديه، لازم يكونوا مع البرو عشان يشتغل. فبالتالي انا عاوز اقول لحضرتك ان ماتش اتحاد جده وماتش الاهلي ده من الماتشات الكبيره جدا طبعًا. جدا جدا طبعًا. وماتش صعب للغايه، مش ماتش سهل طبعا. بس طبعا النادي الاهلي قادر باذن الله ان هو يتجاوز المباراه، لكن ماتش محتاج فعلا اللعيبه تكون محضره ذهنيا كويس جدا، مدرب يشتغل على فريق اتحاد جده لانه يعني مليء بالنجوم وفرقه شعبيه. ده كريم بنزيما لوحده حدوته. ايوه يعني زي ما حضرتك قلت كده، لكن فرقه كبيره طبعا، وفرقه يعني عامله شغل كويس جدا في الدوري. لكن هو حالهم زي حال النادي الاهلي في الايام اللي فاتت دي. يعني اخر ماتش برضك ما كانش احسن حاجه. 3-1 ما كانش احسن حاله. ايه المفاجاه دي؟ ما كانش احسن حاله، ودي مفاجاه جامد طبعًا. جدا اوكلاند سيتي برضك خسر اول امبارح اعتقد، فيعني حال الثلاث فرق اليومين اللي فاتوا دول. لكن اعتقد ان النادي الاهلي احسن حاجه انه عملها انه سافر بدري، يبدا الاجواء السعوديه مختلفه عن اجواءنا. جده اجواءها يعني مختلفه شويه، فتلاقي حر شويه ورطوبه فيها عاليه شويه، فالاحسن يحصل عمليه تاقلم بدري على الوجود هناك في السعوديه. لكن ماتش مش سهل، وبالتالي انا شايف القايمه بتاعه الكاس العالم عملها المدير الفني محمد الشناوي، حمزه علاء، مصطفى شبيه دول حراسه المرمى، الدفاع خالد عبد الفتاح، رامي ربيعه، راس ابراهيم، اكرم توفيق، علي معلول، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، كريم الدبيس، الوسط مروان عطيه، حسين الشحات، علي ديانج، السليه طبعا اضافه قويه في نص الملعب، افشه، امام عاشور، طاهر، احمد نبيل كوكا، الهجوم طبعا كهربا، بيرسيتاو، موديز. طبعا هو في استبعاد محمود متولي طبعا بقى له مده كان مصاب وكده، كريم ندفد برضك لسه الاسباب فنيه، الضو كيستو بيقولوا كان مصاب بقى له مده، كان المؤتمر الصحفي بعد الماتش اللي فات فقالوا ان هو كان مصاب بقى له مده كبيره. رضا سليم طبعا كان عنده كسر في التركوة. احمد حظ يعني انه يعني لعيب كويس جدا مصطفى الصراحه الاصابات وايه يعني كان لسه نازل طبعًا. يعني سبحان الله طبعا يعني. اقدار طبعا والاصابات دي امور قدريه كده. ايوه احمد عبد القادر طبعا لاسباب فنيه، صلاح محسن لاسباب فنيه. فطبعا القايمه لما نيجي نتكلم عن الناحيه الهجوميه برضك يعني بيسي تاو بيلعب طرف وكهربا بيلعب. انا اسف للمقاطعه بس كلمه لاسباب فنيه تحمل الكثير. ايوه طبعًا. وممكن تخلي صاحب العباره دي او اللي بتتقال عليه العباره دي عرضه لسوء فهم في بعض الاحيان. عاده لما بتتقال المصطلح ده لما بيتقال بيبقى المقصود بيه ايه؟ هو المقصود بيه ان انا كمدير فني مثلا الكابتن كريم معايا في التمرين ممكن يكون مثلا الكابتن كريم مش بيعمل التدريبات 100%،
مش بينفذ تعليماتي اللي انا عاوزها. يعني مثلا لما الكوره تبقى من ناحيه اليمين انا اقطع هنا اشتغل من هنا اروح هنا، فممكن يكون بيحس ان اللاعب دوت مش بينفذ التعليمات بالشكل الامثل، او متكاسل، او طريقه اللعب هو مش قادر يركب فيها. أوكي. دي كلها تخش في كلمه اسباب فنيه. لكن اصابات معروفه طبعا. لكن اسباب الفنيه هي تعتمد من 1 لـ100% راي المدير الفني واداء اللاعب اثناء التدريبات. تاريخيا يعني من زمان لما كانت بتتقال فالناس بتستنتج ان لا في خلافات. لا 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 ما فيش خلافات طبعا. ما فيش. المدير الفني هقول لحضرتك على حاجه، المدير الفني لاي فريق ولا بيحب ولا يكره، ده المدير الفني اللي هو الكويس اللي هو يقدر يحقق نجاحات. ان انا لعيب استفيد منه يبقى استفيد منه، ما فيهاش هزار طبعا. لان انا في الاول والاخر نجاح الفرقه هو نجاحي وفشل الفرقه هو فشلي. يعني النجاحات بتحط في السي في بتاع المدير الفني ان هو لعب كام بطوله، خد منها كام بطوله، العدد المباريات اللي فيها فوز تعادل هزيمه، كل ده بيتحط في السي في بتاعه. يعني لما بيجي المدير الفني بيجي اول حاجه بيجيبوها ايه؟ لغه الارقام اللي هي ايه؟ السي في بتاعه، مسك ايه وحقق معاه ايه واشتغل فين وعمل انجازات ايه وايه الاخفاقات واخر سنه اشتغلها قد ايه، علشان اقدر اشوفه هو المواكب للشغل بتاعي ولا لا، طريقه اللعب اللي بيلعب بيها هل تواكب اللعيبه اللي عندي ولا لا. صحيح. زي ما حصل مع فرق كتير ان انا مدير فني عندي فكر بشتغل بطريقه لعب معينه بس مش ماشي مع التيم بتاعي، فبالتالي النتائج بتكون عكسيه. لكن انا لما اكون مدير فني ببدا اشتغل واحط الشغل بتاعي على المقاومات الاساسيه بتاعتي اللي هي الورق بتاعي اللي هو العناصر اللي انا العب بيها اللي هو سلاحي اللي هو اللاعبين، ابدا اشتغل على اللاعبين اللي موجوده معايا ابدا انا احقق نجاحات. لكن لما ابدا احط فكر من كوكب تاني مع مجموعه مش هتقدر تنفذه. صحيح. فبالتالي هيبقى فيه اخفاقات كبيره جدا. صحيح. فبالتالي حته الناحيه الفنيه الاستبعاد للناحيه الفنيه ترجع للمدير الفني ان هو شايف ان اللعيب دوت مش بينفذ الفكر بتاعه او بينفذ بس بنسبه قليله. يعني انا عاوز انفذ فكر بنسبه 100% في التدريبات كمدير فني، يجي اللعيب بينفذ منها 60%، في واحد تاني بينفذ 70%، هل ده بيحصل دايما مع 30%. اللعيبه اللي هم مهاريين قوي اللي هو بيبقى دايما عندهم توجه لا ارادي كده بفكره ان هم ايه، عارف زي شغل كره الحوالي بتاع الزبالة، كره خماسي بالظبط كده. ايوه طبعا دايما اللعيب المهاري بيبقى صعب تسيطر عليهم. لا هو دايما اللعيب المهاري ما بيحبش التدريبات قوي. يعني على مجال انا لعبي وشغلي يعني على مجال حياتي الكرويه دايما بتشوف ان اللعيب دايما الحريف قوي ما بيحبش الناحيه البدنيه، بيحبش التدريب قوي، هو عاوز يعني بلغه الكوره كيف نفسه في اللعب، عاوز يرقص يعمل ترقيصه يعمل حاجه فيها مهاره جامده واحده من بين رجل اللعيب دوت، فبيبقى هو استمتاعه كله في الحته دي. صح. لكن يعني انا مرنت لعيبه كتير عندها الموضوع ده تلاقيهم دايما في الناحيه البدنيه يعني ما يحبوهاش كتير، ما يحبوش الشغل البدني، ما يحبوش الجري، هو عاوز الكوره بس وعايز مساحات ضيقه كمان ويلعب ويكيف نفسه ويتبسط. فدي دايما بتقابل اللعيبه اللي هي عندها الناحيه المهاريه عاليه شويه. ودي سؤال يعني حضرتك تحيي عليه لان فعلا سؤال نموذجي. دايما اللعيبه اللي هي عندها كورتها عاليه قوي هتلاقي مزاجها والفنيات بتاعتها بتبقى حاضره اكتر في اللعب الكوره طبعا. عاوز تقسيمات، عاوز الماتشات، لكن مش عاوز بقى ايه تقول له بدني وجري، بيبقى دايما بيزهق. فطبعا هي هنا المدير الفني برضك عليه عامل مهم جدا، زي ما قلنا دايما اوضه اللبس والحاجات دي هي المدير الفني بنسبه كبيره جدا. المدير الفني انا وجهه نظري 90% من شغله اوضه اللبس، الاحتواء للعيبه. كثره التعادلات الفتره الاخيره محليا وغير محليا، وده هينتج عنه طبعا ان احنا هنضغط اكتر الفتره الجايه، خصوصا لما هنلعب الفرق اللي تعادلنا معاهم يعني على ارضنا، هنلعبهم على ارضهم بقى. صح. انت هتلعب ميدياما تاني، هتلعب شباب بلوز، يعني هنتصرف ازاي في مش عايز اقول الورطه اللي حاطين نفسنا فيها، بس الوضع اللي احنا فيه كده كده هنعمل فيه. هو الحل الامثل من وجهه نظري هو يناير اللي جاي ان احنا نجيب مهاجم قوي يقدر يحل لنا مشكله انهاء الهجمات. النادي الاهلي بيوصل بشكل كبير جدا، لما حضرتك تتفرج على كل الماتشات نسبه الاستحواذ بتاعتنا عاليه جدا، عندنا نص ملعب والاثنين الفاوضه اللي على الجناب اللي هم بيتحركوا على الجناب عندنا 2 و3 و4 كويسين جدا.
لكن من ناحيه المهاجم رقم 10 اللي هو بيفنش الهجمات هي دي اللي فيها شغل، ومحتاجه المدير الفني برضك يكثف الشغل في انهاء الهجمات على مع اللعيبه اللي موجوده. يعني محتاجه ان احنا نشتغل شغل تخصصي اكتر. ده لازم يحصل قبل كاس العالم. أيوة. كده كده مفيش فرصه اضافه اي لعيب جديد. ايوه هو عشان كده لازم نشتغل شغل تخصصي كتير، واكيد هو بيعمل كده طبعا، اكيد هو بيعمل كده لانه مدير فني كبير جدا، اكيد هو بيشتغل شغل تخصصي جدا مع المهاجمين على المرمى. لازم نبدا برضه نشوف حل تاني، هل صلاح موصل مثلا القصور اللي عنده يبدا يشتغل عليها، هل مثلا لو عندنا لعيبه اعراض مهاجمين نقدر نجيبهم، يعني نقدر نشتغل الحته دي وندور على مهاجم يكون قوي جدا يبدا ينهينا الهجمات بشكل كويس. طب جدا هو الهجمات التي لم تكتمل طول الفتره اللي فاتت في المباريات المختلفه مرجعيتها قله التركيز ولا انعدام توفيق ولا يعني ايه مرجعيتها في الحاله دي؟ بص هو حضرتك احنا بدانا الحوار بحاجتين مهمين جدا. ان احنا الثلاث اسابيع اللي هم اتخذنا فيهم اجازه اللي هي فتره بين الموسم والموسم دي فتره كبيره جدا يعني زمنيه واسعه، وبعدين بدايه فتره الاعداد بعد 4 5 ايام بدات اللعيبه تمشي، فبالتالي ما اتعملش اعداد كويس جدا، فبالتالي الشوط الثاني من الماتشات التركيز بيقل. ليه؟ لان اللياقه البدنيه بتاعت الفرقه مش عاليه، فبالتالي التركيز بيقل، فانهاء الهجمات بيبدا يبقى مش هو الكويس. زائد العامل الثاني المهم جدا ان طبعا ما عندناش المهاجم رقم 10 اللي هو بيبدا يشتغل ويعمل مساحات للعيبه ويبدا يتحرك كويس جدا ويبدا يشتغل على الكرات العرضيه كويس جدا. احنا بنعمل كميه كرات عرضيه جامده جدا. انت ما عندكش مهاجم صريح. بتفتقد هذا العنصر، لكن في المقابل انت فريقك مليان نجوم. تمام، هو ما فيش اختلاف، بس ما هو الفرقه فيها مراكز، انا لازم اكتمل مراكز زي كل واحد اجاد في مركزه. حتى في ظل غياب مهاجم صريح مش المفروض ينتج عنده تهديف اكتر من اللي اتحقق؟ ماشي، ما انا برضك انا زي ما قلت لحضرتك الشوط الثاني دايما بتحس ان الفرقه معدلات اللياقه البدنيه بتاعتها بتقل، لان عدد المباريات 17 مباراه من شهر 9 لشهر 12 كتير جدا، زائد مباراه المنتخب، زائد مباراه المنتخب الاولمبي، فكله يعني كله لعيبه النادي الاهلي. لما تيجي تدور على اختيارات المنتخب هتلاقي كام لعيب من النادي الاهلي، يعني عدد كبير جدا من النادي الاهلي في اختيارات المنتخب. طبعا. فبالتالي انت بتتكلم في اعداد، يعني بنتكلم في عدد كبير جدا. ده بنميت نص قوام المنتخب بالظبط كده. فبالتالي في ناس ما بتريحش خالص، يعني لما تيجي تتكلم هتلاقي 13 لعيب تقريبا. يعني مش عدد قليل يعني. طبعا. فبالتالي انت يعني موضوع صعب جدا، منتخب اول على منتخب اولمبي على ان هم بيلعبوا الماتشات، انا بكلمك 17 مباراه للنادي الاهلي فقط في 3 اشهر. فموضوع صعب جدا. لما زائد ماتشات المنتخب كاس العالم للانديه حيث المدارس الكرويه المختلفه، يعني الفتره اللي فاتت بنتكلم على مباريات وبطولات ما بين محليه وقاريه كره افريقيه، لكن انت في كاس العالم للانديه الوضع مختلف. برضك اللعيبه عندها حافز مهم جدا ان انت بتلعب باسم مصر في كاس العالم للانديه، اللعيبه عندها برضك ان هي يمكن ربما ضغط النفاع التعادل بتاع الماتش اللي فات ده يدي دفعه معنويه جديده للفرقه بشكل كبير جدا، ودي عاده النادي الاهلي نقطه ومن اول الصد، سواء خدنا بطوله نقطه من اول الصد، سواء اتعادلنا نقطه من اول الصد، النادي الاهلي هو يعني النادي الاهلي بمن حضر. ما نكونش اتحسدنا على العلامه الكامله والانجاز اللي حصل الموسم اللي فات. ايوه انجازات النادي الاهلي الموسم اللي فات انجازات تاريخيه. طبعا. فطبعا انا عاوز اقول لحضرتك في النهايه في كلامنا كله النادي الاهلي بمن حضر. المقاتلين اللي رايحين دول طبعا. كاس العالم للانديه دول مقاتلين النادي الاهلي. دول رافعين شعار ان شاء الله نكسب. ان شاء الله الفوز. ما فيش بديل عن الفوز طبعا. في كاس العالم للانديه، وان شاء الله نرجع بنتيجه كويسه جدا من السعوديه، وحاجه ترضي يعني طموح كل الاهلاويه وترضي جمهور النادي الاهلي، ودايما شعار النادي الاهلي النادي الاهلي بمن حضر. انا حاسس ان حضرتك ما وقفتش قوي عند ماتش الاهلي واتحاد جده، الماتش يعني المتوقع انه يحصل ان شاء الله في بدايه الشهر. زي ما قلت لحضرتك هو يعتبر ماتش ديربي، لان السعوديه ومصر طبعا ماتشاتها بتبقى قويه جدا، وهتلاقي جمهور النادي الاهلي كتير، وجمهور اتحاد جده عندهم جمهور قوي جدا وجمهور كبير جدا، وهتلاقي الاستاد مقفول بشكل كبير جدا. اعتقد ان المباراه هتبقى مثيره، ما تقدرش تتكلم بنتيجتها، لان النادي الاهلي يعني نادي كبير جدا ويقدر يعمل نتيجه يعني ما تتوقعهاش، لكن برضك اتحاد جده خصم عنيد وبياخدوا الماتشات تحدي برضك الاخوه يعني، وعنده كتيبه قويه جدا. والنادي الاهلي برضك عنده كتيبه كويسه، ف
فبالتالي هو ماتش ممتع. انا من وجهه نظري أكيد. احنا كلنا أكيد. مستنيين الماتش بشكل كبير جدا. طب احنا دلوقتي فاضل دقيقه ونص تقريبا على نهايه الحلقه، فتحب في الدقيقه ونص دي توجه رساله ايه لمين؟ اوجه رساله للعيبه النادي الاهلي. اتفضل. واقول لهم احنا كلنا وراكم، احنا بنحب النادي الاهلي وبنحب الفرقه وزعلانين من التعادلات اللي فاتت، لكن بنتمنى ان انتوا تعملوا لنا حاجه تسعدنا في الفتره اللي جايه في كاس العالم للانديه. ووجه رساله للمدير الفني، احنا كلنا معاك وكلنا في ظهرك، والنادي الاهلي بمن حضر، ويعني بنتمنى لك كل التوفيق، كلنا مساندينك وكلنا في ظهرك وكلنا بندعمك لان انت بتمثل النادي الاهلي، فكلنا معاك وفي ظهرك، ونقول للعيبه ونقول لكل الناس الاهلي بمن حضر، ودي مهمة جدا جدا جدا. وبقول لجمهور النادي الأهلي خليكوا ورا الفريق، خلينا دايما داعمين للفريق والحلوة والمرة معاه. هي دي عادة جمهور النادي الأهلي الحقيقة، عمره ما أثر في هذا الإطار. أنا بشكرك على وجودك يا كابتن ياسر. شكرا جزيلا، نورتنا، وربنا يستحي الحال في اللي جاي بإذن الرحمن. طبعا. بشكر أكيد كل حضراتكم على حسن المتابعة، وبإذن الله يتجدد اللقاء بكرة يوم جديد وحلقة جديدة و10 الصبح في الأهلي. صباح الفل عليكم.